لو لاعبين الفتح كاملين ما راح تكون اسهل على اسهل للنصر؟ اسهل بكثير. والناس برافو عليك، سؤال ممتاز. الناس حيستغربوا الحين الاجابه هذه. اول شيء حتشوف التنظيم الدفاعي سيء في الفتح. الاهم من هذا حتشوف لاعب النصر بيلعبوا بجديه اكثر، بحرص اكبر، وحيجروا اكثر مع مهاراتهم الفرديه العاليه. حتشوف المباراه اسهل للنصر، وذكرنا العامل. جميل. وسؤال جدا رائع.